راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to this new program, Teaching Arabic for Non-Native Speaker of Arabic. مرحبا بكم في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإن شاء الله سوف نبدأ الدروس من المستوى المبتدئ. معكم الأستاذ صالح الزهراني، أنا من السعودية. مرحبا بكم في هذه الحصص والبرنامج، والآن نريد أن نتعرف على مجموعة الطلاب الذين يحضرون معنا. تفضل. أنا خالد عمر، فلبين. ما شاء الله تبارك الله، خالد عمر من الفلبين، ما شاء الله تبارك الله، أهلا وسهلا. تفضل. أنا اسمي سليمان محمد هبيرة من غانا. أهلا وسهلا سليمان من غانا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. تفضل. اسمي عامر أحمد من كشمير. ما شاء الله تبارك الله، عامر من كشمير. إذن مثل ما ذكرت لكم، سوف نبدأ إن شاء الله هذا المنهج بدراسة الحروف الهجائية، وحقيقة نحتاج أن نعرف أننا في هذه العجالة سوف ندرس الأصوات عندما نتكلم عن الحروف كسماع، وسوف ندرس الأصوات أو الحروف عندما نقول كتابة. فأول فرق بين الحروف الهجائية والأصوات أن الحروف نتكلم عن شكل الحرف، أما الأصوات فنحن نتكلم عن إخراج الصوت، لأن الحرف الواحد لعله يخرج بأكثر من حركة. فإن شاء الله نبدأ مع بعض. هذه الصفحة الأولى كما ترون على الشاشة فيها جميع الأحرف الهجائية التي سوف إن شاء الله نتطرق لها أو لها في خلال الدروس. الدرس الأول سيكون عن حرف الألف، ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل، حرف الألف يظهر لنا عند الصوت بثلاثة أشكال أو أربعة أشكال مختلفة. فما يظهر لنا الآن على الشاشة، الصوت الأول آ بالفتحة باللون الأحمر، هذا ما نقصد به الفتحة، وهذا الصوت يكون نطقه كما تسمعون آ. ولو نظرتم إلى الكلمة التي تحت مع الصورة أرنب، إذن الآ تنطق آ أرنب مثالا عليها. ثم انظروا إلى الصورة التي تليها باللون الأصفر، حين يكون الألف بالكسرة فنقول إي، وعندما ننطق الكلمة في يعني مثال مكتوب لديكم إبريق. نتجه إلى الصورة الثالثة وتجدون حرف الألف يكتب أو ينطق بالضمة فنقول أو، فعندما نسمع هذا الصوت مثل ما ذكر لكم في المثال على الشاشة أذن. فإذا ينطق لنا الصوت في حرف الألف بثلاثة أشكال عند النطق، إما بالفتحة آ، وإما بالكسرة إي، وإما بالضمة أو. هل ذلك واضح لكم؟ نعم، أتوقع ذلك. طيب، نريد أن ننظر إلى ما هو الصوت الثالث قبل أن نذهب إلى الشاشة. يوجد بين الثلاثة حركات الفتحة والضمة والكسرة حركة هي تدعى أو تسمى السكون، وهو عندما لا يكون لا يوجد هناك فتحة أو ضمة أو كسرة. مثال ذلك أن تقول فأس
فإذا سمعتم الصوت أ هو يدل على السكون. انظروا الآن إلى الشاشة، يوجد لدينا تمرين على ما ذكرناه سلفا. استمع ثم أعد الصوت الذي تسمعه. أ أحد أحد أمين أمين أمام أمام سأل سأل. إذن جميع ما ذكر من أصوات في هذه الأربع كلمات هو الألف بالفتحة، الألف بالفتحة. انظروا إلى الصوت الآخر وهو الألف مع الكسرة، فيوجد إي. كرروا ذلك الصوت إي إي إي. وعليه أربعة أمثلة. المثال الأول إله إله، إنس إنس، فإن فإن، إمام إمام. انظروا لابد أن تفرق بين أمام وإمام، هناك فرق في الصوت وكذلك فرق في المعنى. انظروا إلى الحركة الثالثة وهي الضمة أو، انطقوها أو أو، وعليها أربعة أمثلة. المثال الأول أجاج أجاج، أم أم، أخت أخت، الأمور الأمور. جميل جدا. إذن يوجد لدينا الضمة في أربعة كلمات كما ذكرنا. انظروا إلى الصوت الأخير وهو ما ذكرته لكم السكون، والسكون هو عندما لا يوجد أحد الحركات الثلاثة السابقة، وهو يكون بهذا الشكل أو بهذا الصوت. أو أو شأن شأن، رأس رأس، بأس بأس، مأمون مأمون. جميل جدا. إذن تعلمنا الآن أن هناك ثلاثة أصوات للحرف الأول وهو حرف الألف، وقلنا هناك الصوت الرابع كما هو موضح لكم في هذه الشاشة، السكون عندما لا يكون هناك الثلاث حركات. هل ذلك واضح لكم؟ نعم. جميل جدا. الآن سننتقل إلى مجموعة من التمارين، ولعلنا نبدأ بالتمرين هذا الذي ترونه على الشاشة. سأقرأ لكم ما هو مطلوب ومن ثم نقوم بحل التمرين مع بعضنا البعض. التمرين يقول اقرأ الكلمات التي أمامك بعناية، ثم ضع خطا تحت الكلمات المناسبة لكل حركة من حركات حرف الألف فيما يأتي. إذن نحن نعلم أن لدينا أربع حركات، ويوجد لدينا في هذا التمرين ثلاث كلمات. مهم أن نذكر لكم أنه يوجد هناك أكثر من كلمة ممكن تكون صحيحة، فعندما تختار كلمة انظر إلى بقية الكلمات والأصوات واسمع لها جيدا، هل هي تنطبق للصوت الذي نريد أم لا. نبدأ بالصوت الأول وهو الألف بالفتحة. سأنطق لكم الكلمة وأريد منكم أن تجيبوا على هذا السؤال عندما يعني نختار الكلمات. سنبدأ الآن معك أنت يا خالد. انظر الصوت الأول آ، سأنطق الكلمات وأنت تختار هل هي الكلمة تحسب كلمة صحيحة أم لا. أجور، إنس، أحد. ما رأيك يا خالد؟ ما هو ما أو ما هي الكلمة الصحيحة؟ أحد. جميل جدا. إذن سنضع خط تحت كلمة أحد، جواب صحيح. شكرا جزيلا خالد. الآن نريد سليمان. انظر إلى الكلمة التي تحت الألف بالفتحة وهي ما قلنا عنها الألف بالكسرة إي. أريدك أن تحدد ما هي الكلمات التي نطقت بالألف بالكسرة. أنطق لك الكلمة الأولى إمام، أجور، إله. ما رأيك يا سليمان؟ إمام. إذن كلمة إمام نضع تحتها خط صحيح، جواب صحيح، شكرا لك. هل يوجد كلمة أخرى؟ نعم. نعم أحسنت. ما هي؟ إله. أحسنت، إله. إذن في الألف بالكسرة يوجد هناك كلمتين، الأولى إمام والأخرى إله. ننتقل إلى الصوت
الثالث، ولعلنا نتكلم ويجيب على هذا السؤال عامر. عامر انظر الألف بالضمة، انظروا إلى حركة الضمة أو أو. إذن سأنطق لك الثلاث كلمات ثم تختار المناسب أو الصحيح من الصوت. أمام، أناس، أم. هل يوجد كلمات أو ما هي الأصوات المشابهة للأو؟ أم. أحسنت. الكلمة الأخيرة أم نضع تحتها خط. بعد ذلك هل يوجد إجابة أخرى؟ نعم، أناس. أحسنت، أناس. إذن يوجد هنا كلمة أناس وكلمة أم، بدأت بالألف مع صوت الضمة. ننتقل إلى الصوت الأخير، ولعل عامر أو آسف خالد يجيب على هذا السؤال. لدينا الألف بالسكون، سأنطق الثلاث كلمات كما فعلنا سابقا، وتحدد أنت الكلمات التي هي بالسكون. أجاج، مأمون، شأن. ما رأيك يا خالد؟ شأن. أحسنت، هنا السكون واضح جدا، شأن. هل يوجد كلمة أخرى؟ مأمون. أحسنت، مأمون، جميل جدا. الآن انتقلنا من هذا التمرين وأجبنا عليه بشكل صحيح. يوجد لدينا كثير من التمارين، ولعلنا نفعل أو نقوم بحل هذه التمارين عندما ننتهي. خالد، ما هو الصوت الأول للألف؟ الفتحة. أحسنت، سليمان، ما هو الصوت الثاني؟ إي. وقلنا هو الكسرة، نقول له في اللغة العربية الكسرة، إي. طيب جميل. عامر، الصوت الثالث؟ أو. أو، وهو ما يقال له في اللغة العربية الضمة، أو. أو. يوجد هناك صوت آخر؟ يوجد هناك صوت آخر يا خالد، ما هو الصوت الرابع؟ أ. أ، وهو السكون. الآن انظروا إلى هذه الشاشة، نريد أن نوصل الصورة بالصوت عندما أنطق الكلمة بالصوت المناسب لهذا الصوت. أشكال مختلفة مثل ما ذكرنا، الفتحة، الضمة، الكسرة، ثم السكون. سأنطق لكم الكلمة الأولى وهي كلمة كأس، تمام؟ خالد، أريدك أن تختار أي من الأصوات التي سأنطقها هو الصوت المناسب لكأس. هل هو أخطبوط؟ هل هو أناناس؟ أم كلمة إمام؟ أو الصورة في السطر الثاني أحمر؟ أم الكلمة التي بعدها صورة الحيوان فأر؟ أم الكلمة التي تليها أذن؟ أم إبريق؟ ما هو الصوت الذي سمعته؟ هو الفتحة، الضمة، الكسرة، أم السكون؟ ما رأيك يا خالد؟ كأس. السكون. أحسنت، هو السكون. وما هو الصوت الذي يناسب أو الصورة التي تناسب السكون في السطر الآخر؟ ف. هل هو أحمر، فأر، أذن، إبريق؟ فأر. أحسنت، أحسنت، فأر. إذن كأس الصورة الأولى، في السطر الثاني تتناسب مع الصورة فأر وهو السكون. سليمان، ننتقل إلى الصورة الثانية في السطر الأول وهي أخطبوط، الصوت أو، هو صوت بالضمة مثل ما ذكرنا. طيب، سأنطق لك الأصوات في السطر الثاني وأنت تختار الصوت المناسب، هل هو أحمر، أذن، أم إبريق؟ ما رأيك يا سليمان؟ أذن. أحسنت، الصورة الثالثة والتي تحتوي على كلمة أذن، إذن أخطبوط أذن. ننتقل إلى الصورة الثالثة ومعنا عامر. عامر، أناناس، أناناس بالفتحة،
ماذا يناسبها في السطر الثاني؟ هل هو كلمة أحمر أم إبريق الصورة الأخيرة؟ أحمر. أحمر، أحسنت. أناناس تتناسب مع كلمة أحمر. وأخيرا ما نذهب إلى خالد مرة أخرى. إمام، ما هي الصورة المناسبة لها يا خالد؟ أحسنت، ما هي؟ هل تستطيع نطقها؟ ذكرت لك الكلمة إبريق، هل هذا ما تقصد؟ نعم. أحسنت. إذن مثل ما ذكرنا سابقا أنت تقول أن كلمة كأس تتجه يعني لها علاقة بكلمة فأر، واخطبوط لها كلمة أذن، وأناناس بكلمة أحمر، وإمام بكلمة إبريق. هل هذا واضح؟ هل لديكم سؤال؟ تفضل، تفضل يا عامر. تقصد هل هو فتحة أم سكون؟ يوجد فرق بين الاثنين. أ هو السكون مثل كلمة كأس، أما الفتحة فتكون مثل هي تعتبر حركة قصيرة. أحمر، فهذه يسمونها في اللغة العربية حركات قصيرة. فلاحظ أحمر، لكن انظر أو اسمع إلى الكلمة كأس، كأنك تقف على حرف الألف. تمام، شكرا لك. هل هذا واضح؟ جميل جدا، جميل جدا. حركة الرأس تدل أنه واضح، أحسنت. طيب، فيما سبق تحدثنا عن الكلمات أو عن الحرف الألف في أصوات مختلفة. إن شاء الله في هذه الشريحة التي تعرض لكم على الشاشة سنتحدث كيف يكتب حرف الألف وليس كيف ينطق. فكثير منا يعلم أنه يكتب في أول الكلمة في اللغة العربية، لابد أن يكتب بشكل، على عكس ما يدرس في اللغات الأخرى. على سبيل المثال اللغة الإنجليزية، حرف الإم إذا كتب في بداية الكلمة يكتب حرف يقولون له كابيتال، حرف كبير، وفي منتصف الكلمة يكتب سمول وهو الحرف الصغير. فيوجد هناك شكلان للحرف في اللغة الإنجليزية. أما في اللغة العربية يختلف الحرف من أول الكلمة، في منتصف الكلمة، ثم في آخر الكلمة. انظروا إلى الصورة الأولى، في أول الكلمة كيف يكون الشكل؟ إما بالفتحة أحمر مثلا أو أحمد. انظروا إلى الصورة الثانية، الفراغ الآخر الذي يوجد أمامكم، يوجد الهمزة تحت الألف، إذن هو كسرة، فنقول إي. إي، هل يعطينا أحد الصوت المناسب؟ هو إي. الصوت المناسب له كلمة أخرى نقول إبريق. أما الصورة الأخيرة أو الفراغ الأخير هو ظهور الحرف، حرف الألف بدون تشكيل، إذن هو في السكون ويكون يعني في أول الكلمة. تمام، مثل كلمة اسم. تمام، ننتقل إلى ظهور هذه الأحرف أو حرف الألف في وسط الكلمة. عندما يتضح لكم الآن في وسط الكلمة، انظروا، يكون قبله مسافة. انظر هذه المسافة التي ظللت عليها أو مسحتها باللون الأحمر تدل أن الكلمة لم تكن في أول الكلمة، مثل ما هو موجود لنا في الصورة الأولى. انظروا، تمام، انظروا إلى الإي في نهاية أو في منتصف الكلمة، هل هي مشابهة لما هو في الأعلى؟ لا، يوجد هنا، انظروا، يوجد هنا زيادة في الكتابة، لابد أن تلاحظ هذه الزيادة، فهذه تدل أن الكلمة مرتبطة بحرف آخر. ولاحظوا اللغة العربية مختلفة عن اللغة الإنجليزية، حيث أننا نكتب الكلمات حروف متقاربة متلازمة، ليس مثل بعض اللغات التي تكتب الحرف ثم مسافة ثم الحرف. فاللغة العربية متصلة، الكلمة كلمة واحدة. انظروا إلى السكون في آخر الكلمة أيضا، انظروا الفرق هنا، يوجد مسافة كما ترون. إذن في وسط الكلمة
لو نظرتم إليها تختلف عن ما هو موجود في أول الكلمة. ننتقل إلى آخر ظهور لشكل الحرف في الكتابة. طيب انظروا إلى حرف الألف عندما يكون في آخر الكلمة، هو مشابه تماما لما هو موجود في وسط الكلمة بالفتحة، يكون كما هو موضح لكم، وسنأخذ أمثلة بإذن الله بعد قليل. أما في الكسرة فيكون بهذا الشكل، كأن الهمزة تأتي على السطر، تمام؟ والسكون كذلك مشابه لما هو موجود في وسط الكلمة. انظروا، لا يوجد فرق بين هذا المثال وهذا المثال. الاختلاف لو رأيتم هو موجود فقط في موضوع حرف الألف عندما يكون بالكسرة، أما بالفتحة فهو مشابه لوسط الكلمة مع آخر الكلمة، ولو لاحظتم مشابه لنا في السكون في آخر الكلمة وفي وسط الكلمة. طيب سننتقل الآن ونبحث عن مجموعة من التمارين لما ذكرناه. عندما أقول الكتابة انتبهوا جيدا، لا ينفع أن تدرس هذه المعلومة فقط بالنظر، لابد أن يكون لديك المرسم أو القلم ثم تكتب كما تشاهد. أما الصوت تنطق، فأنت تحتاج من الآن كطالب يكون لديك قلم وورقة ثم تكتب مرة ومرتين وثلاث حتى تجيد رسم هذا الحرف. طيب جميل. طيب الآن انظروا إلى الشاشة بعد أن أنهينا شرحنا لهذه الأشكال في ظهور كتابة الحرف حرف الألف. يوجد لدينا تمرين يقول صل بين كل حرفين متطابقين في الرسم. يوجد لدينا السطر الأول والسطر الثاني، نريد أن نربط السطر الأول بالسطر الثاني. ما سأفعله، سوف أرقم لكم السطر الثاني، 1 2 3 4 5 6، تمام؟ أنا أريدكم الآن فقط، لا نريد النطق، نريد الكتابة. انظروا إلى هذا الحرف وكيف هو مكتوب، تمام؟ نريد الآن خالد. خالد انظر إلى السطر الثاني، أي من الأرقام الآتية أو المكتوبة لديكم 1 2 3 4 5 6 يتناسب مع شكل الحرف في السطر الأول؟ تفضل يا خالد. أربعة. أحسنت، لابد أن نعرف الأرقام جيدا. أربعة، أحسنت، أربعة. انظروا هل يوجد اختلاف في الكتابة؟ لا يوجد اختلاف، إذن الصورة هذه تأخذ رقم 4. شكل الحرف في 4 يناسب للحرف في السطر الأول المكتوب باللون الأزرق. انظروا الآن سنأخذ سليمان. سليمان انظر إلى اللون الأزرق بعد الكلمة الثانية أو الشكل الثاني بالحقيقة. انظر إلى الشكل الثاني. الآن اذهب إلى السطر الثاني يا سليمان، وما هو مناسب لنا من 1 إلى 6؟ ما هو الرقم المناسب؟ الرقم 5. أحسنت، 5 هو الرقم المناسب. أحسنت، شكرا لك. طيب ننتقل إلى عامر. عامر انظر إلى الحرف هذا، كأني هل هو مكتوب في أول الكلمة أو في منتصف الكلمة أو آخرها؟ أظنه في أول الكلمة. نعم. صحيح؟ نعم. مثل ما ذكرنا قبل قليل. طيب انظر إلى ما يشابه هذا الحرف في السطر الثاني، أي رقم مناسب في أول الكلمة؟ هو آخر. طيب آخر تقصد رقم 6. أحسنت، الآخر 6، هو 6. طيب أريدكم أن تعرفوا ملاحظة مهمة جدا، هذه الرسمة التي تأتي في فوق الحرف تسمى همزة، تسمى همزة، فنقول الهمزة أتت فوق الألف، إذن فتحة. إذا أتت تحت الألف نقول كسرة، إذا لم يوجد همزة فهو سكون. ننتقل الآن إلى الصورة رقم 3 ونعود إلى خالد ونقول يا خالد انظر إلى الصورة رقم 4 مكتوبة لك بالأزرق.
هل هذا في أول الكلمة أم في آخر الكلمة أم؟ أحسنت، لا تعرف ما تقول، إذن أنا أقولها في أول الكلمة. أحسنت، في أول الكلمة. إذا أتت تحت الألف قلنا هي كسرة أم ضمة؟ كسرة، تحت نقول كسرة. طيب انظر ما هو مناسب لها، هل هو واحد أم اثنان أم ثلاثة؟ ثلاثة، أنت تقول هكذا يعني ثلاثة. أتوقع أن الجواب غير صحيح. ما رأيك يا سليمان؟ تفضل. هل الرسمة رقم ثلاثة متناسبة مع اللون الأزرق في السطر الأول؟ لا. يوجد، انظر إلى ثلاثة، يوجد هنا علامة، أما هنا فهي في أول الكلمة، إذن ما هو المناسب لها؟ واحد. يا سلام، جميل جدا، واحد. طيب ننتقل إلى التي تليها، تلي هذه، ونذهب إلى عامر. عامر انظر، هذه الكلمة تأتي في نهاية الكلمة، هذا الحرف الألف، ما هو المناسب له في السطر الثاني؟ اثنان. أحسنت، اثنان، اثنان مناسب جدا لهذا الرسم. ننتهي بآخر رسم وشكل مع خالد. خالد انظر، يوجد لدينا حرف الألف كأني به كسرة أو ما هو؟ لعلنا نذهب إلى المناسب، بقي لنا صورة واحدة، ما هي؟ ثلاثة. أحسنت، ثلاثة تتناسب جدا مع هذا الرسم، إذا نقول ثلاثة. أتوقع ذلك واضح، لكن ماذا أكرره لكم وأقوله؟ عليكم أن تكتبوا هذه الأحرف بعناية، وكرر كتابة الحرف مرة ومرتين وثلاث حتى تجيد كتابة هذا الحرف بأشكاله المختلفة. طيب ننتقل الآن إلى التمرين الذي يلي، ولدينا أكتب حرف الألف في الفراغ كما جاء في الكلمة المحاذية لها، تمام؟ فأنتم ما أريده منكم هو أن تأخذوا هذا التمرين، وسوف نحل التمرين رقم واحد، والباقي تقومون بعمله كواجب إن شاء الله في المنزل. انظروا إلى الكلمة الأولى، أحد. إذن هل الألف فتحة أم ضمة أم كسرة أم سكون؟ حقيقة سليمان تفضل. فتحة. فتحة. إذن عندما نكتب هذا الحرف لابد أن نعرف كيف نكتبه، ولا ننسى أن نكتب الهمزة التي ذكرناها فوق الألف، تمام؟ أريد منكم أن تقوموا بحل هذا التمرين لبقية الكلمات، أخت، سأل، سبأ، شأ، جئت. أريدكم أن تكتبوا هذا، وإن شاء الله في الحصة المقبلة سنبحث عن الإجابة الصحيحة ونتأكد من أنكم قمتم بالحل بشكل صحيح. طيب الآن يوجد لنا تمرين آخر موجود في هذا أو في هذه الشريحة كما ترون. الآن يوجد عندنا الصندوق الأول حرف الألف بالفتحة، الصندوق الآخر حرف الألف بالكسرة، وحرف الألف بالضمة، وحرف الألف بالسكون. أريدكم أن تأخذوا ما يناسب من الكلمات التي في الأعلى وتكتبوها على الصندوق المناسب، وأيضا سوف نناقش هذه وهذا التمرين إن شاء الله في الدرس المقبل. هل التمرين واضح لكم؟ سأعيده مرة أخرى، أنا أتحدث باللغة العربية بشكل جيد حتى تفهموا ما أقول، سأعيد ما أقول. نحن نريد، لدينا أربعة صناديق تحت في الأسفل، الأول بالفتحة، الثاني بالكسرة، الثالث بالضمة، الرابع بالسكون. عليكم أن تكتبوا الكلمة المناسبة في الصندوق المناسب، وإن شاء الله نناقش هذا في اللقاء القادم. شكرا لكم جزيلا على الاستماع، وإن شاء الله نلتقي بكم في اللقاء القادم. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا
في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.